مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، طبتم وطابت أوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم أجمل تحية تراثية مسائية من أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات، انطلاقات التراث. شوطنا الرابع عشر تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه. هنا أبناء الوطن نتابعهم في هذا الركوب المميز الجميل الذي نتابعه في هذه الانطلاقات، من عمر 15 سنة إلى 20 سنة، اندفاعات متميزة. نسير مع صدارة، مع المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا يأتينا هالاند، هنا عبد الله بن حمد بن غرام بن موسى البلوشي، من ينطلق على الصدارة على المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني يأتينا هنا شاهين مطر بن محمد بن راكد بالضبيع الاجتبي، من يقدم شاهين بهذا الانطلاق وبهذا التحدي الجميل. بينما القادم هناك مدهال محمد بن سعيد بن علي بن هلال الخاطري هالي السوان، قادمين بهذه الانطلاق وبهذا التحدي الجميل. هناك مخلاب عبد الله بن علي بن مبارك بالدليوي المنصوري القادم ايضا بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة. هنا وصول من قبل شاهين مايد بن عبيد بن محمد بن عبيد الغفلي، وصل هنا ايضا الشمالي بهذه الانطلاقة الجميلة. اعود الى الصدارة، اعود الى المقدمة، وشاهين مطر بن محمد بن راشد بضبيعة لاجتبيها لنزوة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول وصدورة هذا الشوط. ركز يا سلطان، يا ابن محمد، يا ابن سعيد، يا ابن محمد، يا ابن ابراهيم، من يتابع ايضا هذا البعير. هنا ايضا شاهين على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، متعود هالبعير على الفوز وعلى الناموس. هنا مطر بن محمد بن راشد بن ضبيعة الاجتبي ومتابعة سلطان بن سعيد بن محمد بن إبراهيم، من يتابع على الصدارة على المقدمة، ينفرد بالصدارة بالمركز الأول. سلام مدينة دبي، سلام سلام هناك لنزوة ولأهالي الخوانيج بهذا الفوز المميز الجميل وهذه الانطلاقة الرائعة الجميلة. تهانينا وناموس هنا على هذا الفوز والانفراد الرائع الجميل. تهانينا، تهانينا مطر بن محمد بن راشد بن ضبيعة لاجتبي على هذا الفوز المميز الجميل، وتهانينا ايضا لسلطان بن سعيد بن محمد بن ابراهيم من تابعه ولحظة الوصول الى خط النهاية. المركز الثاني وصل هنا شعار بن سلومة، من ياتينا بهذه الانطلاقة بدهال محمد بن سعيد بن علي بن هلال الخاطري ومتابعة بن سلومة، من ياتي بهذا الانطلاق. المركز الثالث وصل شاهين احمد بن محمد بن مصبح بن عبود الغفلي، وعلى المركز الرابع من وصل مشاهدينا الكرام هناك هالاند عبد الله بن حمد بن غرام بن موسى البلوشي، والمركز الخامس كانت الانطلاقة والتحديات من قبل. هناك الوصول من قبل مخلاب عبد الله بن علي بن بارك بن دلوان المنصوري. نعود الى التوقيت الزمني وهذا الركوب المميز الجميل. هنا ايضا لمطر بن محمد بن راشد بن ضبيعه لاجتبي، سلام على هذا الاداء الجميل والركوب المميز ولحظه وصوله الى خط النهايه قاطعا المسافه في ايضا دقيقتين و57 ثانيه والجزئين من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز الجميل. هنا المركز الثاني وكانت الانطلاقه والتحديات من قبل مدهال، من وصل ثانيا محمد بن سعيد بن علي بن هلال الخاطري، وشكرا ايضا بن سلومه من قدم احمد بن محمد بن سلومه الخاطري، وثلاث دقائق 11 ثانيه جزئين من الثانيه. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني المركز الثالث كانت الانطلاقة هنا أيضا بثلاث دقائق 14 ثانية جزء واحد من الثانية، هو من وصل بهذه الانطلاقة والتحديات الجميلة. هناك شاهين أحمد بن محمد بن صبح بن عبود الغفلي، والمركز الرابع هناك كانت انطلاقة هالاند لعبد الله بن حمد بن غلاب بن موسى البلوشي في ثلاث دقائق 14 ثانية، خمسة من الأجزاء من الثانية. وعلى المركز الخامس
كانت انطلاقة مخلاب عبد الله بن علي بن مبارك بن دليوي المنصوري بثلاث دقائق قبل استعيار ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا وناموس تهانينا لجميع الفائزين في هذه الأمسية التراثية الجميلة. أشواطنا هنا مستمرة. هنا شكرا أيضا للداعمين والقائمين على هذه السباقات هنا أيضا ودعمهم لا محدود لهذه الرياضة العربية الأصيلة.